أكثر من 40 عاماً عمر الصناديق الخاصة في مصر. هذه الصناديق التي قيل عنها أنها عش الدبابير، وقيل عنها أيضاً أنها الباب الخلفي للفساد الذي ما يزال مفتوحاً حتى بعد الثورة. هذه الأرقام، هذه الصناديق الخاصة تحتوي على أرقام معظمها متضارب، لأن منها ما يدرج في الموازنة العامة ومنها ما لم يدرج في الموازنة العامة وهو النصيب الأكبر. لكن حسب تصريحات الجهاز المركزي للمحاسبات فهو يقول أن أوجه إنفاق هذه الصناديق بنسبة 60% هي أوجه للإنفاق تمثل إهداراً للمال العام ومخالفات للإنفاق. يطلعنا أكثر على موقف ملف الصناديق الخاصة ضيفي المهندس طارق الملط، عضو مكتب السياسي لحزب الوسط. أهلاً وسهلاً بحضرتك يا فندم. أهلاً وسهلاً. في البداية إحنا عندنا أرقام متضاربة ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات وأيضاً وزارة المالية والأرقام اللي بعض النواب يتحدثوا بيها. سر التضارب ده إيه يا فندم؟ هو سر التضارب زي ما حضرتك تفضلت ان هو مفيش بيان احصائي بهذه الصناديق الخاصة وأوجه انفاقها والإيرادات اللي بتصب فيها، وده الحقيقة مطلب من قبل الثورة وبعد الثورة. والآن في اللجنة المالية أعلن الدكتور محمد الفي أن هذا كان توصيات للجنة المالية في 30/5/2012، نفس الموضوع بأن يصدر بيان. ولكن يبدو أن الفساد فعلا ليس الفساد في القوانين، ولكن هو فساد الأشخاص، فما زال الوضع بعد الثورة كما كان قبل الثورة فيما يخص الفساد الإداري. ودائما أنا أكرر أننا ثورة 25 يناير أطاحت برأس النظام، ولكن باقي هرم الفساد ما زال موجودا، وسيحتاج جهد ويحتاج إلى سنوات لتطهير هذه الأجهزة من الفاسدين. يمكن كما تفضل رئيس اللجنة أضيف عليه أنه حضرنا اجتماع مجلس الشعب قبل حله، لجنة الخطة والموازنة أصدرت تقرير تقريبا مشابه للتقرير ده، لكن لماذا لم يتم العمل بهذه التوصيات حتى الآن؟ ما هو يعني حضرتك زي ما بنقول الوضع الآن إحنا الدولة في حالة ارتباك شديد، لأننا كلما يعني اقتربنا من الوصول إلى استقرار في الحالة السياسية نجد من يعيد العجلة إلى الوراء مرة أخرى ويريد أن يعوق عملية النهوض بهذا البلد. فأنت ليس لديك وقت لمقاومة الفساد لأنك مشغول في أمور أخرى، مشغول في مشاحنات واستقطاب سياسي وتلاسن وقرارات للجهات مؤسسات الدولة وللجهات القضائية. كلما اقتربنا من بناء مؤسسات دولة نرجع للخلف مرة أخرى كما نشاهد من قرارات المحكمة الدستورية وما شابه. وبالتالي فلا يوجد تركيز من المسؤولين لمحاولة إحداث التغيير المنشود في ومقاومة هذا الفساد. لكن حضرتك كيف تعلق على الجهات الممنوحة اللي يعني سلطة إنشاء الصناديق الخاصة؟ إحنا بدأنا من مجالس المحلية اللي تم إلغائها، المحافظات، لجامعات، كل هذه يعني الجهات يعني لديها سلطة إنشاء صناديق خاصة بدون رقابة على كيف يتم إنشائها ولا مواردها ولا أوجه إنفاقها. هل ترى أن هذا موقف سليم؟ لا طبعا مش سليم، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي، ان احنا لما هنطلب حصر بهذا الموضوع هنصدر تشريعات جديده من شانها انها تدمج كل هذه الصناديق الخاصه في موازنه الدوله ليتم المراقبه عليها. هناك يعني حديث منطقي من المحليات كما سمعنا في اللجنه الماليه بان هذه الصناديق يعني تعمل على تنميه المحافظات، هذا شيء جيد، ولكن لابد ان يكون هناك نوع من الشفافيه، نعلم ما هي الايرادات وبعد كده تدخل موازنة الدولة ثم تخرج كمصروفات للجهات للإدارة المحلية. أيضا يعني استمعنا على موضوع برضو المحاجر وقصة المحاجر والصناديق وما كان يحدث وما زال من إهدار لموارد الدولة بالفعل، خاصة أقصد في مواد البناء زي الأسمنت، لما نعرف أن تكلفة الخام الحجر من الحجر الجيري وما شابه في صناعة الأسمنت لا تمثل 1 أو 2% من سعر المنتج، في حين إن هو بيباع بوصل الآن 600 جنيه وأكثر، والحجر بتاعه بيتاخد ب 3 جنيه ولا ب 4 جنيه، فده إهدار لموارد الدولة. فإحنا عايزين مراقبة على هذه الأمور ونشوف مين اللي بيستفيد من هذا الكلام. يمكن مهندس طارق في بعض الصناديق دي لها غاية نبيلة وإن كانت يعني عنوان إنه ربما تحسين خدمات زمالة أو ما أشبه، لكن في نفس الوقت إحنا بنواجه مشكلة هي ازدواجية المهام. في بعض المحافظات أو في بعض الهيئات الإدارية هناك أيضا أفراد معينين لإنشاء أو لتنفيذ هذه المهام، ولكن أيضا هناك صناديق تحمل نفس العنوان وربما يؤدي ذلك إلى ازدواجية أو هلامية في المهام. هل يعني ذلك أن احنا بصدد إلغاء لبعض الصناديق بشكل كامل؟
بالتأكيد يا إما إلغاء يا إما دمج عشان ما يحصلش التعدد زي ما حضرتك ذكرت. وإحنا الآن برضو استمعنا إلى أن في بعض الوظائف في الجهاز الإداري للدولة بتكون داخلة ومشرفة على أكثر من صندوق، وبالتالي بيصب فيها هذه المبالغ، وده يخلينا نقول الحقيقة أن إحنا من أهم أهداف الثورة تطبيق العدالة الاجتماعية. وإحنا حزب الوسط تقدم بمشروع الحد الأدنى والأقصى للأجور، لابد أن يربط حتى نحكم موضوع الحد الأقصى للأجور ولا يتم التحايل عليه من خلال مثل هذه الصناديق والأعمال التي تأتي من خارج الرقابة على المرتبات، أن يكون يربط الأجور لموظفي الدولة بالرقم القومي، حتى إذا دخل إلى هذا الرقم القومي أي رواتب أو أي أجر من أي صناديق تظهر، وبالتالي يتم تحديد الحد الأقصى فعلا الذي يصل إلى جيبه، ولا يكون الحد الأقصى الذي يراقب ويأتي له مظروفات مالية من جهات أخرى. مهندس طارق، ما هو في وجهة نظرك التعامل الأمثل مع ملف الصناديق الخاصة؟ هل الإلغاء، هل الإدراج ضمن الموازنة العامة، ربما تقنين أوضاعها ضمن لوائح رسمية؟ يعني لن أستطيع أن أجيب على هذا السؤال إلا بعد الخطوة الأولى اللي طلبتها اللجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهي الحصول على المعلومات الكاملة لنعلم. وكما ذكرت حضرتك، عشان اللي بيعمل فعلا في مشروعات خدمية ويكون عليه رقابة وشفافية واضحة نتركه ويكمل، واللي محتاجين نلغيه أو ندمجه، واللي شفنا نتأكد أنه هو فيه فساد وأنه هو باب خلفي للأجور ومضاعفة الأجور للمسؤولين والفساد، ده يغلق تماما. مهندس طارق الملط، عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء. إذا يبدو أن كلمة السر في ملف الصناديق الخاصة هي المعلومات. متى توفرت المعلومات تتوفر الإرادة الحقيقية بناء على هذه المعلومات، سواء للتعامل معها بإلغاء أو بتقنين أوضاع أو بوضع ضمن لوائح منظمة لعمل هذه الصناديق الخاصة. كنتم في تغطية خاصة لعمل لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى. كان معكم عمرو حسن، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.